قضايا النزاهة وعملية استرداد الأموال من الفاسدين مستمرة وتخطو خطوات واثقة نحو إيقاف جميع عمليات التلاعب والسرقة من حقوق الشعب العراقي. قبل قليل ومن خلال الصفحة الرسمية لمجلس القضاء الأعلى تم الإعلان عن إعادة أكثر من 113 مليار دينار عراقي، وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المبلغ أعيد لحساب هيئة التقاعد الوطنية صندوق تقاعد موظفي الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني الخاص بالمبالغ المتجمعة في ميزان المراجعة الناشئة عن تسديدات محفظة التقاعد الاستثمارية المستحقة لهيئة التقاعد الوطنية. حبة المشاهدين، هذا الخبر وبعد صدوره مباشرة أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بشكل كبير، حيث نرصد لكم بعد تلك المنشورات بهذا الخصوص. شبكة أخبار العراق كتبت: عاجل مجلس القضاء الأعلى إعادة 113 مليار دينار لحساب هيئة التقاعد الوطنية.